أهلا وسهلا مشاهدينا، نبتدر هذه الجولة الصباحية والحديث اليوم عن النخيل. معروف أن النخيل يعني واحدة ممكن نقول من اقتصاديات السودان والأمن الغذائي اللي بيشكل اقتصاد كبير جدا بالنسبة للسودان. عايزين نركز عليه أكثر لأنه في مناطق سودانية اشتهرت بزراعة النخيل وارتبط بالعامل الاجتماعي مثلا الشمالية. حنتعرف على تفاصيل مختلفة ما يخص المزارع أيضا وما يهم الجهات المسؤولة من أجل الاهتمام بالنخيل. سعداء أن تكون معنا الباش مهندس تقوى العمدة، هي عضو اللجنة التمهيدية لاتحاد منتجي التمور في الولاية الشمالية. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أستاذ تقوى. عايزين نتكلم عن النخيل، خاصة أن النخيل هو يعني غرس مفهوم جميل في إنسان الولاية الشمالية، كان هو بمثابة مفردة رصينة لعدد من الشعراء. يكفي أن الشاعر كتب قال: كفانا النيل وضف خضانا مد العين، كفانا نخيل ونخلة براها ركن فوق قمرتين. عايزين نتعرف على الأبعاد، أبعاد النخيل على الإنسان الولاية الشمالية والأبعاد الاجتماعية تحديدا. النخلة يعني مرتبطة بإنسان الولاية الشمالية منذ قدم التاريخ، فوجدنا نقوش النخيل على إهرامات المعابد في جبل البركل، في حضارة كوش، وفي حضارة مروي القديمة. فإنسان الولاية ارتبط بالنخيل تاريخيا، وما زال هذا الارتباط متوارث عبر الأجيال. فالآن النخيل مرتبط بالزواج، مناسبات الزواج ومناسبات المآتم، وتعتبر النخلة فرد من أفراد العائلة في الولاية الشمالية والأسرة، فهي رمز تاريخي ورمز حضاري ورمز يعني الإنسان ما بيقدر ينفصل عنه في الولاية الشمالية. طيب أستاذ تقوى، يعني نجيب في جانب آخر، أنت ذكرت الأبعاد الاجتماعية منها تفاصيل الفرح، فنشوفتك تفاصيل الفرح وارتباطه بالنخيل، يعني بتمثل شنو بالنسبة لكم يعني؟ والله عندنا في الجبتيق في الزواج العريس يقطعوا له جرايد النخل زي ما بيقولوا، حتى غنوا ليه؟ عريسنا قطع البحر وقطع جرايد النخل. فهي رمز للفرح والتفاؤل دائما النخلة، لأن مواسم الإنتاج بتاع النخيل هي مواسم فرح، يعني بيكون فيها الإنتاج وفير، وهي مصدر دخل يعني أساسي لإنسان الولاية. عشان كده ارتباطه بها كان قوي جدا وإلى الآن ما زال مستمر. نعم، جميل. طيب الولاية الشمالية زي ما ذكرنا هي يعني مكان يعني عنده النخيل عنده رمزية خاصة في الولاية الشمالية، معروف زي ما قلت إنه هو النخيل فرد من أفراد العائلة. عايز نشوف طبيعة الزراعة في الشمالية. والله الزراعة في الشمالية طبعا هي زراعة تقليدية وزراعة متوارثة، يعني بتتورث من الآباء والأجداد للأبناء، فبتكون الحيازات أصبحت صغيرة ما زي زمان، لكن ما زال الإنسان يعني مرتبط بالنخلة ومصر على زراعة النخلة، رغم أنه دخلت البستنة الحديثة ودخلت محاصيل تانية ومزروعات تانية مثل المانجا والموالح وكده، لكن تظل النخلة هي صاحبة الرقم الأكبر في الإنتاج الشمالي. ودي حقيقة. طيب لو تكلمنا عن جانب آخر، أنت مهندسة زراعية. نعم. فمع دخول التقانات الحديثة وأيضا استحسان برضو البذور أو كذا، فنتكلم عن الهندسة دي، هل موجودة في الولاية الشمالية؟ هل محتاجين أنه في المرات القادمة أو الجاية أنه نوسع في الزراعة الحديثة ما التقليدية يعني؟ والله محتاج إنسان الولاية الشمالية، محتاج للإرشاد الزراعي، محتاج لأنه يعني يتم اتباع التقانات الحديثة في الزراعة، في وسائل الري، في استعمال الأسمدة، في الاهتمام بالتمور عند حصادة حتى ما يحصل لها تلف، ويعني نهتم بجودتها. ده كله بيكون بدور الإرشاد الزراعي والاهتمام من وزارة الزراعة، يعني إنها تكثف جهدها مع مزارعين النخيل، يعني حتى يتم تجويد إدخال أصناف جديدة من النخيل أو من التمور الجيدة النوعية. وعمل ممكن معامل لزراعة الأنسجة للتمور في الولاية، ده كان مهم جدا حتى إنه يتم تطوير النخيل في الولاية الشمالية وإنتاجه. ده هسه يا لينا معلش، ده هسه أنت كوجهة نظر عام إنه الحياة دي لازم تكون على أرض الواقع، لكن هل بالفعل في الولاية الشمالية يعني في تقانات آليات حديثة معامل للبذور أو غيرها يعني؟ والله ما بالصورة المطلوبة في مركز الأبحاث الزراعية،
لكن الشغل يعني محتاج لتطوير أكثر ولدعم أكثر والاهتمام بالنخل أكثر. لأنه الاهتمام بها ما بالمستوى المطلوب في الولاية. نعم التطوير مطلوب، نتوقع أنه هو يكون في القريب العاجل، لكن زي ما ذكرت أنه الزراعة هي زراعة تقليدية. طيب نشوف الاجتهاد في الزراعة في الولاية الشمالية من قبل المزارعين وتفاصيل الحصاد نفسه، أكيد الحصاد عنده تفاصيل مختلفة. طبعا الحصاد هو عبارة عن عيد بإنسان الولاية. النخلة طبعا فترة حملها 9 شهور، يتم حمل الثمار شهر واحد بتنتج شهر 9 من كل عام، فهي زي ما بيقولوا عمتنا النخلة. فموسم الإنتاج ده بيكون عبارة عن فرح كبير في الولاية الشمالية، وتاريخيا هذا الفرح متوارث، يعني تفاصيله كيف؟ مناسبات الأفراح، مناسبات الزواج، كل المناسبات السعيدة تنتظر هذا الحصاد. اي بيكون في وليمه وكذا، يعني في فرح، وبيكون يعني حتى الولايات المجاوره نهر النيل بيجوا يعني بيساعدوا في الحصاد، حتى العربان من الخلا بيجوا يعني حتى يشاركوا يستفيدوا. فهي زي ما بيقولوا النخله دي لما يزرعوها بيقولوا للغاشي وللماشي وللحرام يعني ويستفيدوا يتذوقوا طبعا. اي فهي سبحان الله بتسعد الناس جميعا يعني سبحان الله. استاذه تقوى، يعني لينا يعني خلصت للحصاد، فالحصاد اللي قالته لينا ده ما جاء من فراغ، جاء عن اهتمام كبير كان بالنخله. فلو جينا في الولايه الشماليه الاهتمام بالتربه، الاهتمام بالتفاصيل الزراعيه الثانيه دي هل موجوده يعني منذ لو كانت اصلا مزروعه يجب علينا نهتم لحد ما يعني هل لديها عمر؟ ما عنده برضه اسئله حنناقشها بعدين، لكن نسال عن اهتمام بالتربه بالنسبه للنخيل، يعني بيتم كيف؟ هل في اسمده معينه وتفاصيل دي؟ والله طبعا قلت لك الزراعه التقليديه القديمه، لكن طبعا بدات تخش الطعامات الحديثه بعد يعني التنوير، ناس الارشاد والشغل العلمي بدا يدخل. طبعا هي ما بتحتاج لرعايه كثيره، سبحان الله النخله بتتزرع وممكن تعيش لحد 100 عام النخله. وبعدين يعني بعد الحصاد عندها معاملات فلاحيه معينه بتحتاج لتسميد، سواء بالاسمده البلديه زي ما بنقول او السماد الكيماوي. نستخدم اسمده زي الام بي كي، يحتوي على العناصر الضروريه الرئيسيه زي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، او سماد الداب او اليوريا على اضعف تقدير. وتحتاج لانه نبص الجريد الناشف حتى ما تحدث حوادث الحرائق بقى انتشرت اخيرا. أيوة لانه تتم نظافه الشجره والاحتناء بها كما يجب، وتتم سقايتها. تحتاج لسقايه تقريبا كل 15 يوم في الصيف، في الشتاء، كل شهر، يعني العنايه بها ما مجهده. وفي المسافات بين النخيل بتتم زراعه محاصيل عاديه مثلا العلاف، البراسيم كده، نستفيد منها المزارع في المساحات الفاضيه. جميل. تفاصيل الزراعه وتفاصيل الحصاد مختلفه، ما بين الزراعه والحصاد فتره طويله بينتظر المزارع يعني على حره من الجو، لكن اكيد بيكون في بعض المشاكل بالنسبه للمزارع. احنا عايزين نشوف المشاكل ممكن تواجه المزارعين شنو. والله مزارع النخيل تواجهه مشاكل كبيره جدا ومشاكل كثيره. اهم المشاكل بتواجهه انه بقى يعني في السنين الاخيره بعد الفرح الكبير اللي قلت لك بيكون منتظره ده، حصل كساد للمحصول وتدني كبير في الاسعار. يعني المزارع بقى لما يحصد محصول بيتفاجئ بانه السعر متدني جدا، ما بيحقق له طموحه، ما بيوفر له ابسط احتياجاته. فكان في احباط كبير بالنسبه للمزارعين. ده نسبه لاسباب كثيره، يعني منها زمان النخيل التمور دي كانت بتصدر للخارج، بتمشي جنوب السودان، بتمشي عبر غرب السودان للدول المجاوره في افريقيا، تشاد وكده، تمشي اثيوبيا. فكان حصلت مشاكل في التصدير وده ادى الى تدني الانتاجيه. ايضا عندنا مشاكل في التخزين، يعني التمور لما تخزن لفترات طويله تصاب بالسوسه وبيؤدي لتلف التخزين المحصول. بسبب يعني في التخزين، من سوء التخزين نفسه ولا ما في مكان عندنا ولا طريقه قديمه اللي هي بيرفعوا في حطب وبرصوا الشوالات في الحيشان، ده ممكن يعرضها للتلف او يعني اللي اتخزنت لفترات طويله لسوسه او كفوسه بتصيب المحاصيل. فعايزين نتبع الطريقه الحديثه في التخزين في مخازن، ونتبع وسائل الوقايه الحديثه للمحاصيل بالتبخير، وانه ما تتعرض للتلف. نعم، يكون في درجه حراره معينه ومخازن معينه. جميل.
طيب في الجانب ده، جانب التخزين ده، حنجيب حنجي للحلول الممكن تكون ممكنه بالنسبه للمزارع، واهتمام ايضا الدوله للمزارعين ودعمهم كثير جدا من التفاصيل. لكن استاذنك حنشاهد تقرير ونتواصل ثاني مع استاذ تقوى من داخل الاستوديو. تعتبر النخلة من أقدم الأشجار البستانية التي أدخلت إلى السودان في شمال البلاد، والذي يمثل امتداداً طبيعياً لمناطق زراعة النخيل. والنخيل من أشجار المناطق شبه المدارية، حيث تنتشر زراعته في المناطق الجافة وشبه الجافة. شجرة النخيل من الأشجار المعمرة والتي تتميز بساقها الطويل، وهي نبات ذات الفلقة الواحدة تتم زراعته إما بالبذور أو عن طريق الفسائل، إلا أن زراعته عن طريق البذور بطيء بعض الشيء، لذلك يفضل زراعته عن طريق الفسائل وتزرع متباعدة عن بعضها البعض، ويتم تلقيحها يدويا. وثمار البلح تكون إما طرية تعرف بالعجوة وإما جافة. وللبلح فوائد غذائية عديدة لاحتوائها جميع العناصر الغذائية، لذلك أطلق على التمر بالمنجم لكثرة العناصر المعدنية التي تحتويها. ويعد من أغنى الفواكه الجافة بالسكر وأرخصها لمد الجسم بالطاقة. ارتبط التمر في السودان بالأفراح والزواج والختان والنجاح وشفاء المريض، ولسان الحال يقول وزعوا الكرامة. وفي العقيقة أو السماية تكون عملية التحنيك، وهي مضغ التمر، ويكون أول ما يدخل من طعام لجوف المولود، وعادة ما يقوم بهذه العملية كبار السن كمباركة بالصحة والعافية وطول العمر، بجانب الاستفادة من أشجار النخيل في بناء المنازل وصناعة الحبال السعف لإنتاج البروش والقبعات والسلال ما يعرف بالقفة. ونجد أن المقومات المناخية التي تتوفر في السودان يمكن أن تضعه في مقدمة الدول في مجال زراعة أشجار النخيل، فضلا عن توطين أصناف جديدة من الشتول ذات القيمة الجيدة للإنتاج والإنتاجية لإدخالها الأسواق العالمية، والتي تدعو لتشجيع الاستثمار في زراعة النخيل. رجعنا متواصل من جديد مع الباشمهندس تقوى العمدة، عضو اللجنة التمهيدية لاتحاد منتجي التمور في الولاية الشمالية، واليوم سلطنا الضوء على النخيل وعلى التمور بشكل عام. لكن خلونا في هذه المساحة يعني مع الأستاذة تقوى نتحدث عن الاتحاد وتكوين الاتحاد، فكرة تكوين هذا الاتحاد في الولاية الشمالية، تفضلي. طبعا الفكرة في تكوين الاتحاد جاءت مبادرة كريمة من الأستاذ عثمان عبد الله خالد، وهو من منطقة جرة، فكون جروب في الواتساب لعدد انضم له عدد من منتجي التمور، عدد كبير من منتجي التمور في الولايات الشمالية. وكان الناس بتتفاكر عن إنه عايزين حل لمشاكل الأسعار المدنية في التسويق ومشاكل يعني تسويق التمور. فبرضو من ضمن الجروب كان مدير أسواق المحاصيل الأستاذ عمر منوفلي في مدينة الدبة، فكونوا ورشة برعاية والي الولاية الشمالية. الورشة دي كانت في سوق محاصيل الدبة، وحضر عدد كبير من منتجي التمور، واتناقشت يعني تم طرح الموضوع فيها، وكان فيها محاضرات عن تسويق التمور من المختصين، وتمت فكرة تكوين لجنة تمهيدية لاتحاد منتجي التمور في الولاية الشمالية. اتكونت اللجنة وكان فيها تمثيل عادل لكل محليات الولاية الشمالية. فهدف الاتحاد ده انه يحل يعني جميع مشاكل الولاية او المنتجين للتمور، ويحل مشكلة التسويق. يعني اصبح التسويق للتمور مشكلة، يشوفوا حلول انه يكونوا ممكن شركه على غرار شركه الصومعه العربي. يعني الشركه دي تكون اولوياتها انها تشوف اسواق خارجيه للتمور السودانيه، والترويج لها خارجيا وداخليا يعني.
وده المهم. طيب أستاذة تقوى، يعني لو ربطنا جانب هذا الاتحاد هو التشبيك طبعا ما بين منتجي التمور في الولاية الشمالية والمزارعين، يعني الحياة دي عشان تنزل لأرض الواقع محتاجة برضو تشبيك، ومحتاجة برضو إنكم تتعاملوا مع كم جهة بتخص المجال ده، فهل من خلال الاتحاد بتسعوا إنكم تكونوا شراكات مختلفة مع الجهات المختلفة؟ أيوة بالتأكيد، الاتحاد ده فوري تسجيله حيتحرك في كل الاتجاهات، يعني بكل أي جهة في يعني تقدر توصلنا للهدف يعني من أجل يكون الاتحاد أكيد حتطرقه. يعني مثلا بنطالب بانه يكون عندنا صناعات تحويليه للتمور في الولايه، مثلا صناعه المربات والخل وصناعات كثيره ممكن تاخذوا من سائر المنطقه ممكن تسهل المحيط. ايوه المنطقه وتساعد في تسويد التمور. ممكن التغليف الجيد للتمور والتعبئه الجيده بدل الجوالات الطريقه القديمه، نتحول لطرق حديثه تساعد برضه في التسويق، تساعد في تطوير المزارع. توفير مثلا مخلفات النخيل السعف، دي كلها ممكن نعمل لها صناعات تحويليه يستفيد منها انسان الولايه ومزارع التمور. يعني نتوقع ان شاء الله من الاتحاد في الفتره القادمه انه هو يسلط الضوء على كل المشاكل اللي بتواجه التمور تحديدا والنخيل والزراعه عموما والمزارعين، ويسلط الضوء عليها ويحاول انه هو يلقى لها حلول جذريه يعني. طيب نتكلم شويه عن انواع التمور، ممكن يعني عايزين نتعرف على تفاصيل انواع التمور الولايه الشماليه. التمور انواع كثيره. عندنا انواع كثيره، افضلها طبعا عندنا الانواع الجيده والممتازه بنقول عليها القنديله منديل والكولوم برضو والبركاوي. ثاني عندنا التمود برضو صنف كويس. عندنا الجاو باصنافه بانواع مختلفه يعني، والمشرق من اصناف العجوه برضو، يعني الولايه زاخره باصناف عديده وانواع طيب يعني. الاسماء دي هي ثابته ولا بتتغير حسب يعني نضج التمره؟ يعني التمره في مرحله معينه برضو بيكون عندها مذاق حلو، اللي احنا بنقول على الرطب. دي مراحل النضج دي بنقول عليها الرطب. في اسماء ثانيه في المراحل دي ولا بس هو الرطب يعني وخلاص؟ لا طبعا الرطب في الاول، بيكون التمر لما يتغير لونه بنقول عليه دفيك اخضر. بعدين بتحول للون الاصفر بنقول عليه الرطب. وتاني بعد كده مع النضج بتتحول لتمور طبعا جافه حسب النوع. طيب استاذ تقوى، انت الان بتمثلي منتجي الولايه الشماليه، كل انسان الولايه الشماليه، فلو كانت في الاخير كبسولات كذا بالنسبه للجهات المسؤوله ايضا الاهتمام اكبر بزراعه التمور وايضا توفير الاليات الحديثه والتقانات الحديثه وللمنتج زاد في الولايه الشماليه، انت بتقول له شنو؟ والله انا اتمنى من الجهات المسؤوله انها تلتفت لمزارع التمور في الولايه الشماليه، لانه في الفتره السابقه او في العهد الفات ما كان في اي اهتمام، وكانت الازعار مدنيه والانتاج يعني مقدس، ويعني ما كان في اي اهتمام. نتمنى انه تتغير الفكره ويتم الاهتمام بانتاج التمور ومزارع النخيل، ويتم تطوير الاصناف الموجوده ويتم دعمه. ونحن بنعتبر التمر ده محصول اقتصادي زيه زي السمسم والعباد الشمس والذرة، لانه محصول الولايه الاول وامن غذائي، يعتمد امن غذائي للولايه. جميل. فعشان كده نحن بنعتبره يعني محصول الولايه الاول ويجب الاهتمام به. احنا شاكر لك كثير جدا الباشمهندس زراعي تقوى العمده، عضو اللجنه التمهيديه لاتحاد منتجي التمور في الولايه الشماليه، على هذه المساحه. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا على الاستضافه. شكرا.